يعطيكم العافية جميعاً. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست الـ ACM التابع للجامعة الأردنية. اليوم موضوعنا عن الـ UI والـ UX User Interface User Experience Design. موضوع يمكن مش كثير بينذكر بالبيئة الجامعية، يمكن لأنه مش مرتبط بتخصص معين. معكم عبد الله ريالات. بداية أنا طالب Business Information Technology بالجامعة الأردنية، طالب سايكولوجي بكينغز كوليدج بلندن، وبعمل بمجال اليوزر اكسبيرينس من حوالي 3 سنين. وضيفنا اليوم غني عن التعريف الاستاذ احمد الحواري. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد. اهلا وسهلا فيك عبد الله حبيبي، شرفت بوجودك. وانا بس بدي اذكر معلومه جدا مهمه، ان انا كثير مبسوط اولا اني مع طلاب الجامعه الاردنيه، مبسوط بوجود عبد الله لانه عبد الله من الطلاب اللي جدا متفوقين وشاطرين ما شاء الله عليه، وانا فخور انك انت اللي بتعمل معي البودكاست اليوم، فانا سعيد فيك كمان. انا مبسوط اكثر. للناس اللي ما بيعرفوك تعرف لنا حالك. اهلا وسهلا فيكم جميعا كمان مره. اسمي احمد الحواري، مستشار وخبير ومدرب في مجال تصميم تجربه المستخدم. اعمل حاليا كمدير قسم تصميم تجربه المستخدم في اورانج الاردن. حاصل على شهاده الكمبيوتر ساينس، بكالوريوس كمبيوتر ساينس من جامعه اليرموك، ومعي ماجستير مالتي ميديا من استراليا. بشتغل في هذا المجال من حوالي من اكثر من 17 18 سنه اذا مش اكثر كمان. توتال خبرتي فوق ال 23 سنه. بلشت في عالم الانترنت في اواخر 97 98 اول ما دخل على الاردن. في ذلك الوقت كنت خبير في، او بلشنا نتعلم خلينا نقول على تصميم المواقع على HTML، وفي ذلك الوقت كان في برنامج الفلاش والفوتوشوب وغيره. اشتغلت فتره طويله كجرافيك ديزاينر وويب ديزاينر وهي الامور، وانيميتر ونعمل جيمز. لما انتقلت للدراسه في استراليا ودرست ماجستير ملتي ميديا، في ذلك الوقت درست اليوزر اكسبيرينس كتخصص وكعلم. ومن ذلك الوقت صراحه يعني زي ما يحكوا الواحد فتن به وشاف انه تخصص جدا رائع، والحمد لله احنا اليوم نقدر نحكي انه هذا التخصص من اهم التخصصات العالميه، وللاسف انه طلاب الجامعات ما بيعرفوا عنه، وبالذات طلاب الاي تي، لانه واحد من اهم الباك جراوندز الموجوده في هذا التخصص هم طلاب الاي تي بشكل عام. تخصصك بالدراسه كانت بدايه بالاي تي كمبيوتر ساينس؟ يس. ما مشيت بهذا الابروش؟ انا كنت اوريدي يعني يمكن حتى قصتي قصه غريبه شوي للي ما بيعرف. انا بلشت صيدله، درست في الاول سنتين صيدله في جامعه العلوم والتكنولوجيا، وبعدين حولت هندسه حاسوب في نفس الجامعه، ولكن يعني كنت ماشي في الصيدله وما مشيت في الهندسه لانشغالي للاسف الشديد. كنت في اتحادات الطلبه، انا كنت عضو اتحاد في الصيدله، عضو اتحاد في الهندسه. انتقلت لجامعه اليرموك لان كنت صراحه بدي شهاده جامعيه تمام في مجال قريب من المجال اللي انا بحبه اللي هو الانيميشن والمالتي ميديا، وعشان هيك انا رحت درست مالتي ميديا في الدراسات العليا. ولكن في ذلك الوقت في اخر التسعينات او الألفين ما كان في مالتي ميديا عبد الله، ف يعني زي بيحكوها في الاخير الانسان بده يكون في النهايه ما يحصر حاله في تخصص. نقيت التخصص اللي بيطلع لي عدد ساعات اكبر في التحويل، وتخصص ما يكون طويل وبنفس الوقت قريب من المجال اللي انا برغب له. والله يرحمها والدتي، هي كانت يعني حتى في ذلك الوقت كنت بشتغل وبدرس في كليات المجتمع، ولكن والدتي قالت لي جيب شهاده الجامعه لي وروح اعمل اللي بدك اياه. وسبحان الله هي كان عندها يعني دائما الله يرحمها يعني كان عندها بعد نظر. فانا يعني بشجع كل الشباب بلا منازع انه على الاقل شو ما يكون شاطر انه ياخذ الشهاده الجامعيه الاولى، لانه هي تعتبر الخطوه الاولى، لانه لو بده يكمل ماجستير لو بده يتخصص كمان. بس بدي اذكر هنا شغله انه الشهاده الجامعيه احيانا يس نعم بعض الطلاب او في بعض الجامعات او في بعض التخصصات ما بناخذ كل العلوم اللي احنا بدنا اياها، ولكن شيء مهم كثير انه هي بتعلم الناس على الانضباط. يعني فكره انك انت تلتزم بدوام، تلتزم بامتحانات، بتاكد للي بدي يوظفك بعدين انك انت رح تلتزم بالدوام عنده حتى لو ما كان على مزاجك 100%. رغم انه في ترند حاليا بانه ابعد عن الشهاده الجامعيه تعلم لحالك. لا، اللي بدك دائما معلم وبدك منتور، والشهاده الجامعيه المفروض انها ما بتعلمك فقط معلومات، بتعلمك بيئه. يعني هي مثال هلا بالمكان اللي احنا جالسين فيه جروب الاي سي ام الله يعطيهم العافيه، يعني بذلين جهدهم يعني بس المشكله اللي بيجي على الجامعه وبيلتزم فقط في المواد الدراسية. أنا مع إنه لا يلتزم بالمواد الدراسية ويلتزم بالنشاطات المنهجية، في شو في نوادي في الجامعة، شو في مسابقات، شو في طرق يطور حاله ياخدها. يعني الجامعة مش فقط كتاب يقرأ وبدك تسمعه، لا، التخصصات الكلاسيكية تقريبا نقدر نقول إنها شبه ماتت، والدراسة الكلاسيكية ماتت. إذا ما تتعب على مهاراتك
والكوميونيكيشن سكيلز من اهم المهارات وطرق التعامل بالبزنس رايتنج وهي الامور ما راح تمشي في سوق العمل. تمام. انا ندخل على الموضوع بالنسبه نرجع لليو اي واليو اكس مباشره. اهلا وسهلا فيك. يمكن حاليا من اكثر شيء نتفق عليه انه بس نحكي يو اي يو اكس بنحكي على كلمه واحده تخصص واحد تفرقه بين اليو اي اليوزر انترفيس واليو اكس. اوكي هلا نعم. بدايه اليو اكس هو الشعور اللي بتولد جواتك لما تيجي تستخدم منتج او سيستم او نظام. اليو اي هو واجهه المستخدم، فواجهه المستخدم هو جزء من التفاعل او من تجربه المستخدم. يعني الانسان لما يشوف شيء جميل بتولد ممكن مشاعر جواته وبينبسط. يعني لو فتنا على موقع والانترفيس تبعه جميل ولكن المحتوى سيء راح تكون تجربه المستخدم سيئه. لو اليوزابيليتي قابليه الاستخدام سيئه، انه مش سهل الاستخدام او قابل الاستخدام، راح تكون سيئه. فاليو اي هي جزء من مظله او علم اليو اكس. في إشي تاني الناس ما بتفرق فيه اللي هو إنه اليو أكس مختلف عن اليو أكس ديزاين واليو آي مختلف عن اليو آي ديزاين. بمعنى زي ما حكيت قبل شوي اليو أكس هو الشعور اللي بتولد جواتي، في حين اليو أكس ديزاين هي الخطوات أو البروسيس أو الجيرني أو اللي أنت بدكم إياه تسموه، بس هي عبارة عن خطوات إحنا بنمشي فيها عشان نطلع منتج اليوزر إكسبيرينس إله كويسة. جزء من هاي الخطوات في الأخير تقريباً اليو آي، فاليو آي جزء من اليو أكس بروسيس. تمام. المظلة الأكبر هي اليو أكس. اليو أكس هي المظلة الأكبر، ولكن إحنا عندنا في الأردن لأنه بنرجع نحكي إنه مش موجودة كعلم واضح للناس، فأغلب الناس للأسف الشديد بيسيئوا الفهم أو بفكروا إنه خلينا نقول إنه اليو آي هي إنه إذا خلص اليو آي كويس أو الموقع حلو راح تكون تجربة المستخدم خارجي. يس كويس يس. طيب بالنسبة للي بنيجي عملي أكثر. اليو اي واليو اكس كيف اليو اي ايش بيعمل اليو اكس ايش بيعمل؟ اليو اكس بمنتهى البساطه يعني الشخص اللي بده يصمم تجربه مستخدم جيده لمنتج. طبعا لما اجي احكي لمنتج احنا للاسف برضه بعض يعني واحده من المعلومات المغلوطه انه اليو اكس واليو اي فقط مرتبطين بالديجيتال برودكت، يعني بموقع بتطبيق بنظام. لا، اليو اكس الكرسي اللي انت قاعد عليه يو اكس، موبايلك له يو اكس، اللابتوب هذا يو اكس، الكاميرات اللي بتصورنا لها يو اكس، كل شيء حوالينا في الدنيا اليو اكس، السيارات لها يو اكس، الجاكيت هذا، الساعه هي اللي انا ماسكها او لابسها لها يو اكس، وهي قاروره المي لها يو اكس، كل شيء حوالينا اليو اكس. تمام. اليو اكس ديزاين الخطوات اللي احنا بنمشي فيها، فالخطوات الرئيسيه في اليو اكس ديزاين انه انا بدي افهم شو هو المنتج، فبعمل بزنس اناليسز، بعمل كومبيتيتور اناليسز، وبعمل يوزرز اناليسز. فالخطوات الاولى انه بنبدا بالديسكفري او الريسيرش، بدنا يعني اليو اي هو مرحله اخيره هلا بوصلها. انت قبل في البدايه بدك تدرس، بدك تفهم انا لمين بصمم يوزر اكسبيرينس بالضبط. بس في مو شغله مهمه، احنا لانه احنا اسم تخصصنا يوزر اكسبيرينس، فكتير ناس بفكروا انه احنا بهمنا اليوزرز. لا، الجود يوزر اكسبيرينس هو بالانس، هو توازن ما بين البزنس جولز واليوزرز جولز. فاحنا موقع الناس مبسوطه عليه وما بربح رح يسكر، وموقع ما تعتبر جود يوزر اكسبيرينس. لا، ان في النهايه احنا ما بنعتبر جود يوزر اكسبيرينس لو الناس مبسوطه، واذا الموقع ما بربح رح يسكر. كمان في نفس الوقت اذا انت الموقع الناس يعني البزنس بربح منه بس الناس ما بترجع بسبب سوء التجربه، في النهايه رح يسكر. زي بتعرفوا مواقع التحميل العربي، حمل من هنا حمل من هنا حمل من هنا، بتغطك مليون كبسه، باخذوا منك اكثر من دعايه وبالاخير بتروح. فالمرحله الاولى زي ما حكينا ديسكفري او بحث او ريسيرش، هاي المعلومات بنبلش نطلع منها بعديها بعض الاشياء زي امباثي ماب، خريطة التعاطف لو بدي أترجمها، البرسونا الشخصية الافتراضية اللي بتمثل الفئة المستهدفة، اليوزر فلو مسار العمليات اللي بدها تتم في الموقع أو في التطبيق أو حتى للنظام، اليوزر جيرني رحلة المستخدم، السايت ماب خريطة الموقع أو حسب الانفورميشن اركيتكتشر. فأول مرحلة الريسيرش، بعديها الاناليسيز اند كونسبت، بنحلل المعلومات اللي أخذناها في الأول وبنبدي منها الافكار الاوليه والكونسبت الاولي عشان بعديها ننتقل لمرحله الديزاين. مرحله الديزاين بتبدا بالسكتشات، بالواير فريم اللي هو زي مخطط بسيط للموقع بدون حتى ما نوصل لمرحله الالوان، نرسم اللي اوت اللي هو المخطط الاساسي تبعه، نرسم وين مواقع التكست، الصور، اذا في فيديو، كل هذا الحكي. بعديها بنوصل لمرحله اليو اي. فعليا اليو اي بيمثل 15 من 10 ل 15% من طبيعه مسار اليو اكس
البروسيس. هل هو مهم؟ طبعا مهم، لانه اول شيء انت بتشوفه هو اليو اي، هو الظاهر. اه، وحتى انك تبني يو اي مرتب هذا تشالنج، لانه برضه الموضوع مش فقط زي ما بعض الناس بيحكوا ان احنا بنتلون صفحات. لا، انت الالوان هاي لها دلالات، لها انعكاسات، لها معاني بتاثر على السايكولوجي، لها ارتباطات مع العقل الباطن، مع العقل الواعي. كمان هاي الالوان ضمن منظومه البراندنج او الهويه البصريه لمنتج. فالموضوع مش فقط اني انا لون صفحات. فاليو اي لا، دوره جدا مهم، هي عمليه تكامليه من الاول للاخر، كل واحد له دور. اليو اكس خلص دوره وهو ما طلع بديزاين فعليا، هو طلع بواير فريم عادي. يعني ممكن اليو اكس، يعني اذا بدنا نقسمهم كوظائف، في ثلاث وظائف اساسيه عندنا تقريبا خلينا نقول في الشركات الصغيره والمتوسطه بيكون في واحد خلاص بيشتغل يو اكس سلاش يو اي، يعني بيكون هو عنده علم بالديزاين والباك جراوند جرافيك ديزاين، بيكون ويمكن هذا الغالب ماخذ يو اكس، وهذا غالب عندنا. في الشركات الضخمه مثلا عندنا احنا في اورنج كل فريق ديديكيتد في له يو اكس ريسيرشر، يو اكس ديزاينر، ويو اي ديزاينر. احيانا بيكون في تداخل ما بين شغل الثلاثه هدول، ولكن في النهايه كلهم بيشتغلوا بمنظومه واحده. كل ما كبر المنتج انت بحاجه لناس بيشتغلوا اكثر عشان يركزوا على التفاصيل عشان يطلعوا بمنتج افضل، لانه كمان انت اليو اكس لا يعمل مره واحده، طول ما في منتج في يو اكس. لانه طلعنا بالمنتج، طيب بدنا ناخذ فيدباك من الناس، بدنا نطور عليه، بدنا نضيف مميزات، عملية دائمة ومستمرة. يعني على العكس، الفريق ببلش بواحد بصير اثنين بصير ثلاثة بصير عشرة بصير عشرين، في شركات فيها 200 و300 يو اكس ديزاين في العالم حاليا. طيب بالنسبة للماركت، يعني حاليا الماركت سواء بالاردن او عالميا، كيف وضع اليو اي واليو اكس ديزاين؟ اليو اكس از بومينج فعليا، اليو اكس بومينج في العالم من 2011-2012. احنا بعد 10 سنوات تقريبا صار بومينج في الوطن العربي، لانه للاسف يعني هم عندهم شويه تخصصات بتخرج لسوق العمل في اليو اكس. احنا لا، الموضوع كان لسه ولسه يعتبر جديد كتير في الوطن العربي، هو بومينج حاليا. مثلا في السعوديه هو الوظيفه الرقم 5 طلبا حسب لينكد ان العربي، وعالميا للسنه الثالثه على التوالي اليو اكس برضه رقم 5 عالميا، حافظ على ترتيبه. في مقالة من أشهر المواقع العالمية عندنا، إن إن جروب، نيلسون نورمان جروب، طلعت بشهر 2017، كانت بتحكي واقعية تقريبا إنه بعام 2017 كان عندنا 1 مليون يو اكس ديزاينر حوالين العالم. حاليا أو مطلوب أو السوق رح يحتاج 100 مليون يو اكس ديزاينر عام 2050. يعني 100 ضعف، سبب إنه في طلب كبير عليه. احنا قاعدين نشوف هاي الارقام تتحقق، لانه تخيل من 2017 ل 2023، يعني 6 سنوات، احنا هلا حاليا في العالم في عندنا اكثر من 8 ملايين يو اكس ديزاينر. بتفوت على لينكد ان، دور على يو اكس ديزاينر حوالين العالم. نعم في الوطن العربي اقل شوي، ولكن يعني سوري، قبل 4 سنوات وقبل الكورونا بالذات، دور على يو اكس ديزاينر في الوطن العربي بيطلعش واحد اثنين، هلا بيطلع لك 20 و30 و40. برا حط يو اكس ديزاينر على لينكد ان، إذا بتحط أمريكا لحالها بتلاقي لك 3,000-4,000 وظيفة يو اكس ديزاينر مطلوبة هلا، غير أوروبا، غير أستراليا، غيرها، ولسه بتزيد. يعني هلا مثلا تفرج جوجل طالبة لحالها حوالي من 15-20 يو اكس مانجر، مش فقط ديزاينر، مانجرز. تخيل هذول المانجرز بدهم يقودوا فرق. لما اشتغلت في ألمانيا أنا في 2017 كنت سينيور يو اكس ديزاينر في شركه انترناشونال اسمها سيتريكس، كان بشتغل على سوفت وير اسمه تيم فيور، يعني اسمه جو تو اسيست، زي تيم فيور ديسكتوب ريموتلي سبورت او كنترولر. كنت انا السينيور يو اكس ديزاينر للموبايل تيم في لنفس السوفت وير، سينيور يو اكس ديزاينر للويب تيم، وفي كمان سينيور يو اكس ديزاينر للديسكتوب تيم. يعني احنا ثلاثه سينيور يو اكس ديزاينرز غير ديديكيتد يو اي ديزاينر وديديكيتد يو اكس ريسيرشر موجودين لنا، وكان بيشتغل معنا في ذلك الوقت بارت تايم يو اكس رايترز. فسبعة او ثمان اشخاص غير المانجر تبعينا بيشتغلوا على سوفت وير واحد. ليش؟ لانه بيعتبروا كل تشانل اذا بدنا نسميها، اللي هو الموبايل تشانل وطبعا والتابلت معه، الديسكتوب شانل والويب شانل. فالشركات اللي عندها هلا يعني يو اكس ديزاينر لويب وموبايل مع بعض، مع تضخم السوفتوير تبعهم ومع تطوره رح يحتاجوا يجيبوا كمان واحد. الشركات الضخمة هلا يعني بتوظف بالعشرات،
أعداد. مش أعداد طبعا. أعداد. طيب برأيك ليش حاليا عدد الطلب كثير بس ليش عدد اليو اكس غير كافي لحد الآن؟ لأنه في النهاية في ديماند وفي عرض وطلب. للأسف الشديد ما في كورسات عندنا في خلينا نقول في الوطن العربي. نعم في كورسات عالمية كثير ولكن أغلبها غالية جدا. يعني أفرج أي كورس عالمي غير مسجل أو حتى في من المسجلين فوق $5,000 $6,000 كبداية. ثانيا وطبعا تعرف الطالب يأخذ باللغة الإنجليزية من زي لما يأخذ باللغة الأم أو باللغة العربية. في كورس مثلا مشهور جدا لجوجل على كورسيرا، كورس جدا ممتاز كمعلومات، عندي تحفظين فقط عليه. التحفظ الأول إنه خلينا نقول بيركز على طريقة عمل أو كيف فرق اليو اكس تشتغل جوا جوجل. فهو شوي سبيسيفيك يعني في بعض حتى الجوب تايتل يعني سوري موشن ديزاينر او انيميشن ديزاينر مش موجود ضمن عالم اليو اكس ولكن هم حاطينه ضمن موجود ضمن عالم اليو اكس. كمان التصليح لا يتم من منتور او مشرف بير، يعني انا وياك طلاب فتنا على هذا الكورس نتفق كل واحد فينا مصلح للثاني نتخرج احنا الاثنين. سوري ممكن ما تكونش تفرجنا على شغل بعض او قيمنا شغل بعض، حطيت علامات حطيت علامات خلص واحنا اثنين نجحنا وطلعنا. هذا طالع السيستم كثير يس موجود. فالفكره انه عندنا تشالنج بالكورسات وحتى مش فقط الكورسات، مين بده يدرب هاي الكورسات؟ يعني العلم جديد في الوطن العربي. يعني انا كنت شخص محظوظ اني تعلمته برا الوطن العربي ومن زمان في الماجستير تبعي وأنا مدرس، في أصدقائي حتى بيشتغلوا في المجال ومن زمان بس مثلا مش مدرسين، يعني ما عنده ملكة التدريس ولا مهتم يستثمر وقته في التدريس، يعني ما راح يشتغل كورسات. عملنا إحنا كورسات على إدراك، في 4 حاليا كورسات موجودين على إدراك مجانيات. اللي حابب يعرف عن خلينا نقول شو يعني يفهم كونسبت اليو اكس بيقدر يروح يحضرهم، ولكن اللي بده يتعلم يو اكس عن جد وتصير مهنته بده ياخذ بوت كامب. كيف يعني بوت كامب؟ بوت كامب انه خلينا نقول زي معسكر تدريبي او كورس على فتره شوي طويله، يعني اقل شيء بدها تكون شهرين لثلاثه، وبده يبني بورتفوليو. يعني مش فقط بده ياخذ معلومات ويطلع، بده يطبقها. اليو اكس ما بزبط فقط تاخذ نوليدج دون براكتسينج، ولا بزبط براكتسينج بدون نوليدج. دائما بحكيها بتقدر تقرا 100 كتاب عن السباحه ولا يغنيك عن الله شيئا لما تنط في المي، بدك تغرق بدك تشرب مي. كتاب عن كيف تقود سياره، كيف تقود البايسيكل الدراجه. فلا في تخصصات بدها ممارسه، فاحنا لسه في تحديات انه خلينا نقول لسه يعني عدد المدرسين يكاد يكون شبه معدوم، مش بدي احكي محدود، معدوم. ممكن كمان موضوع انه الجامعات اساسا كمان ما
هي يعني ما بتفيدك، يعني ما راح اقول لك سمع لي قوانين اليو اكس لما تيجي عندي على انترفيو، ما بيهمني. انا بيهمني تكون مطلع منتج يوزابل وقابل للاستخدام واليوزر اكسبيرينس تبعته كويسه. اللي خلينا نقول اللوجيك، الشخص بده يكون عنده تحليل منطقي. احنا تخصصنا كله قائم على المنطق، يعني احنا ما بنشتغل إشي الا بناء على داتا دريفن. فمن السكيلز اللي بيحتاجها بده يكون عنده كوميونيكيشن سكيلز كويسه، بده يكون عنده تفهم امباثي للناس، مش سمباثي تعاطف، امباثي. فاحنا ضروري لانك بدك تتفهم شو احتياجات الفئه المستهدفه. بده كمان عنده القدره على الانتباه للتفاصيل الصغيره، لانه شغلنا كلياته في بعض الشغلات الصغيره هي اللي بتغير اليوزر اكسبيرينس. بده يكون عنده كريتيكال ثينكينج وبروبلم سولفينج كمان كمهارات. بده يكون عنده قدره على حل المشاكل. بده يكون يعني عنده كمان في النهايه المحرك الرئيسي لاي شيء دائما هو الشغف. بده يكون في عنده شغف انه هو حابب يبني شيء كويس. الحلو في تخصصنا كمان انه هو مش ممل، يعني مش روتيني ابدا ابدا. يعني انت بتشتغل شغلات مختلفه خلال خبراتك خلال سنواتك، ممكن تشتغل في شركه لجامعه، ممكن تشتغل في شركه لبنك، ممكن تشتغل في شركه لمستشفى. فعليا اذا انت بتفهم في بروسيس اليو اكس بتقدر تمشيه على اي شيء. الطلاب اللي انا بشتغل منتور اونلاين في شركه كير فاوندري، قعدت معهم حوالي 7 سنوات. الطلاب اللي في جنوب المانيا مثلا اغلبهم بيشتغلوا في شركات السيارات، لانه هلا شركات السيارات كل موديل سياره بوظفوا له يو اكس ديزاينر. وين الكبسه بدها تكون؟ شو لونها من التطوي؟ قديش حجمها؟ هو عم بنلاحظ على فكره بالسيارات الجديده اللي عم بتطلع عم بيحلوا مشاكل كثير مشاكل. يس. وين الكبسه؟ يعني حتى في برضه كان فيديو كثير مشهور لسياره ان واحده بتورجي اني انا ياما رحت ما ادعس ناس. ليش؟ النوب اللي هو الزر هذا اللي بلف تبع الاذاعه، خلينا نحكي جنب تبع الجير، والجير نفس شكله مرات بالضبط بدها تغير الاذاعه، بتروح بتغير من الدرايف لريفيرس، هي مش منتبهه ماشي تغير الاغنيه. فيعني هذا الشيء. ليش في يعني مثال على هذا الموضوع؟ في اليابان لما في طيار بالغلط قلب طياره كامله كانت ماشيه وقلبها، اللي صار انه شغل الاوتو بايلوت راح الحمام ورجع. لما رجع اجى رجع الطياره لوضعها الطبيعي. نفس المشكله نوب مكانين. النوب تبع توازن الطياره جنب النوب تبع اللي هو ايش ايقاف التيار الالي او تشغيل التيار الالي. مفكر انه هو ماسك النوب تبع التيار الالي ولا هو ماسك النوب تبع التوازن، قلب الطياره بدل ما يرجع التيار الالي. فبالضبط بعدين اليوزر اكسبيرينس ما راح يقدر يكتشف المشكله اساسا. يعني بده يحل. كيف حلها؟ مثلا انك لا بدك تغير شكل الزر وما تحطهم مثلا جنب بعض، بدك تحطهم في شكل مختلف. فعلى عكس تخصص اليو اكس تخصص جدا حيوي ممتع. فالمهارات وممتع جدا. المهارات اللي بيحتاجها اي شخص بغض النظر عن الباك جراوند تبعه بيقدر يفوت اليو اكس، ولكن بده يكون انه عارف انه هذا التخصص بده دراسه وبده جهد. يعني بدك تتعب حالك، بدك تفهم. ابسط شيء بده يصير عندك يوميا تغذية بصرية. من أي ناحية؟ من ناحية تتفرج على تطبيقات، على أنظمة، على مواقع. يعني مش من التخصصات اللي بحفظني كلمتين أو روتيني أو بمشي حالي. على العكس التخصص للناس اللي بيحبوا التشالنجينج هو ممتع جدا. راح تحتاج تتوسع مرات، تدخل شوي ماركتينج، شوي بزنس، شوي طبعا ديفلوبمنت. مثلا موضوع الناس اللي بالآي تي، الباك جراوند تاعتهم بالآي تي بتفيدهم بهذا المجال؟ بتفيد كثير. من أي ناحية؟ هو بصير فاهم جزء مهم إنه كيف المواقع تعمل. من الشغلات اللي برجع أحكي كمان أنا كنت محظوظ فيها إني أنا دارس كمبيوتر ساينس، فأنا فاهم برمجة ومبرمج سابق. ففعليا حتى هلا في طبيعة عملي كيو اكس مانجر أنا بقدر أحكي مع الديفلوبرز، أقدر أحكي مع الكوميونيكيشن. كمان أحيانا بتقدر تفهم إنه هذا الإشي بنعمل ولا بنعملش، تحدد معين. تكون رياليستيك بالشغلات اللي بتعملها. اللوجيك ثينكينج اللي اوريدي موجود عند اللي بيشتغلوا بالاي تي برضه مهم. يعني بروبلم سولفينج موجود في الاي تي، كريتيكال ثينكينج المفروض يعلم، فكره الاوبجكت اورينتد يعلم، اللوجيك يعلم. فهي السكيلز بيحتاجها اليو اكس. فالناس اللي جايين من باك جراوند الاي تي فيري فيتينج، وفي النهايه هم اي تي بيبل. فاحنا اذا بيشتغلوا في الديجيتال برودكتس بدهم يكونوا فاهمين الانفايرمنت بشكل ممتاز. فمناسب للناس اللي مناسب جدا.
كثير طلاب سوري كمان تخصصات تانية إذا بتحب أضيف عمارة، كثير طلاب من اللي بيفوتوا بيعملوا كارير شفت عمارة، بتحس إنه مناسب يكون العمارة بيساعد؟ العمارة جدا، طلاب العمارة أنا بعتبرهم جدا مناسبين فوت يو أكس، لأنه عندهم كونسبت وأناليسز في شغل العمارة. أصلا أنا أغلب أمثلتي لما أعطي في المحاضرات عندي بحكي عن العمارة، لأنه لما تيجي بدك تبني بيت ما بتروح لمهندس معماري وبتقول له إيش ابني لي أي بيت، بده يسألك شو نوع الأرض، شو نوع التربة، شو بجاورها، شو البجت تبعيتك، انت شو ظروفك الاجتماعية، في النهاية بده يبني لك بيت بناء على معطيات. ونفس الاشي احنا بدنا نبني موقع او تطبيق او نظام بناء على معطيات. صحيح. ايش احسن بتشوف يعني اكثر تخصص لو واحد بده يدخل بهذا المجال يدرسه، تخصص جامعي قصدي بكالوريوس جامعي؟ رح تتفاجأ، ماركتينج بيزنس وكمبيوتر ساينس. ما حكيت جرافيك ديزاين او جرافيك ديزاين للآ لا جرافيك ديزاين ما في شغلة، اللي بده يصير يو اي ديزاينر لازم يكون دارس جرافيك ديزاين. اللي مش دارس جرافيك ديزاين صعب يصير يو اي، يكون في شوية تشالنج يعني بده يتعب حاله، لانه جرافيك ديزاين تخصص وجزء منه خلينا نقول موهبة. يعني الجرافيك ديزاين بالذات من التخصصات اللي فيها موهبة وفيها ديسبلين او انضباط. انت يعني سوري كثير بتعرف في ناس بيجي بروج لك بقول لك تعلم التصميم باستخدام فوتوشوب او الستريتر او ديزاين، في النهايه هي تول، ديزاين از ذا سكيل. زي اليو اكس بيجي بقول لك دعايات او دورات بيجي بقول لك تعلم اليو اكس باستخدام فيجما، فيجما اداه يو اي اصلا، يعني هاي تعلم اليو اكس خلصت 2% من المشوار. فالجرافيك ديزاين يعني او حاليا في العالم 30% من اللي بفوتوا تخصصنا او بيشتغلوا يو اكس تقريبا باك جراوندهم جاي من انجينيرينج وكمبيوتر ساينس، انجينيرينج بكل تخصصاته والناس اللي قريبين في نفس تخصصهم. 30% جاي من الجرافيك ديزاين، 10% جايين من تخصصات مختلفه بزنس ماركتينج كل هاي الشغلات. رح تتفاجئ 30% الاخيره جايين من سايكولوجي، أباطرة علم اليو اكس هم أباطرة دكاترة الاي ابلايد سايكولوجي. بالضبط، بدك تفهم الانسان واحتياجات الانسان عشان تطلع له بمنتج مناسب له. فكرة او كونسبت اللي كان موجود زمان في العالم اني ابني منتج واضلي ازيد فيه فيتشرز بطل، يعني بطلوا الشركات يبنوا فيتشر اورينتد، يعني يركزوا على شو بيعمل التطبيق. صار التركيز حاليا مع انتشار مبدأ التصميم المبني على اليوزر أو المتمحور حول اليوزر، اليوزر سنتر ديزاين، إنه هاي الفيتشر اللي أنا بضيفها هل هي بتأدي بتحقق جول أو بتزيل بين، يعني بتحقق هدف أو بتشيل مشاكل اليوزر ولا لا. هاي الأولوية، وصارت هذا الأساس في الشركات اللي قاعدة بتبني يونيك يوزر إكسبيرينس، قاعدة تبني منتجات واو، قاعد بتبني منتجات مستهدف الناس ومشاكلهم وبتحلها بشكل صحيح. يعني زمان كانت الاوبشن او خلينا نقول الاولد سكول في كل شركات البرمجه زيد فيتشرز وانا ببيع الفيتشرز، لانه اكتشفوا مرات كثير بيزيدوا فيتشرز الناس ما بتحتاجها، وممكن يصير التطبيق اصلا مش صار كونفيوزنج قد ما كونفيوزنج مش يوزابل، كل هاي الشغلات والتحديات. يس، فما عاد الاولويه اصلا على الفيتشرز عددهم واعطيك كمان على شغله الباك جراوند، من أشطر طلابي اللي درستهم أونلاين وبفتخر فيه دائما، شاب رح تتفاجأ باك جراوندو لاعب رجبي، مدرس الجامعة، خلص هاي سكول في إيرلندا وكان لاعب رجبي محترف، إصابة في الركبة فاعتزل. سمع عن اليو اكس، علاقة بين الرجبي لا ولا في علاقة، بقول لك يعني من أي تخصص بيجي، بس الشاب مخه نظيف جاهز. سمع عن اليو اكس، اخذ هذا الكورس اونلاين تبع كارير فاوندري، وفي ذلك الوقت كان بيشتغل بصفة خضره في محل خضره في بريطانيا، هلا هو بيشتغل ما شاء الله يو اكس ديزاينر في كندا ان شاء الله. خلص الكورس والشاب كتير كان متفوق، يعني عنده ما شاء الله، رغم انه يعني الاي تي تيرمز تشالنج بالنسبه له، درس وتعب حاله واشتغل وهو رب اسره، يعني ما عنده اي يعني باك جراوند لها حتى علاقه ابدا، هاي سكول ولعب وفات. في ناس كانوا عندي دارسين لو محاماة، في ناس عندي كانوا دارسين هوسبيتاليتي بيشتغل ريسبشنس في فندق، كل هذول عملوا كارير شفت على اليو اكس وهلا ما شاء الله عليهم. يعني ما في حدا يخاف انه شو الباك جراوند. في ناس عندي صيدلة بالكورس اللي راح قبل، حتى في الاردن في عندي ناس صيدلة
وحولوا وعملوا شيفت على الـ UX. يمكن يعني إشارة إنه مش كثير مهم الباك جراوند أو مش مهم. ما تقدر هو يعني أكيد شوف فيش إشي مش مهم عشان نكون دقيقين، ولكن إنه هو هذا التخصص مش مستحيل تفوته بغض النظر شو تخصصك. يعني لو حاليا أنت بتخصص ما له أي علاقة بتقدر لسه، أو حاسس إن تخصصك مات في السوق بتقدر تحول لهذا التخصص. أهم إشي يكون عندك زي ما حكينا ملكة التفكير المنطقي، وشو ما بتتعب حالك ببين معك. في النهاية هذا التخصص شو التعب حالك انك تظل تتفرج تظل تمارس تظل تطور حالك، ومع الممارسة العلم نحكي عنه في الآخر في النصائح. في موضوع ترندي هاي الفترة الـ AI، ايش بتشوف تأثيره حاليا على مجال الـ AI؟ سؤال كثير مهم وكثير يعني الناس بيحكوا فيه. مرحبا بذكر الله، اجاء اذان العشاء. الـ AI tool بالنسبة لنا إحنا UX tool، tool جديدة طبعا، tool على عكس tool ريحتني بشغلات كثير. هل هي رح تبدلني؟ هل الآلة الحاسبة بدلت الناس؟ لا. هل بالرياضيات أو الكمبيوتر أو السوبر كمبيوترز بدلت الناس؟ لا، ريحتنا من بعض الأشياء، خصوصا التخصصات اللي بدخل فيها فهم الإنسان. خلينا نقول ليفل الـ AI الحالي بغض النظر شو ما يتطوروا فيه لسه كثير بدري على انه يستبدل وظيفته. هو بيساعدنا بيسرع شغلات، هل يستبدلنا كيو اي مثلا؟ بتشوف اليو اي جنريترز هسه بتعطي ديسكريبشن مثلا. طيب في النهايه يوفر، بس ما هو كمان سوري على ايش راح يعتمد هذا اليو اي؟ على وصف شخص. ممكن هذا ما يخلي مثلا وظيفة تلتغي، بس ممكن مثلا حد يحكي لك انه راح يقل الحاجة للعدد. ممكن هذا اشي اكيد، بس معناها انك هاي مهارة او تول جديدة بدك تتعلمها. كور العلم ما راح يتغير. اعطيك مثال دائما بضربه شهير، الطب ككور علم سوري هل اكتشفوا عين جديدة من 100 سنة؟ لا ما في. الاجهزة اجهزة والخلايا خلايا. شو اللي تطور جدا في الطب؟ طرق التشخيص وطرق العلاج. يعني زمان أنا شخصيا من الناس وأنا صغير كثير في منتصف الثمانينات كان توجعني معدتي يتحزر وسحر معه، وين بدهم يفتحون بطنك؟ ما في ولا في أداة ولا في تنظير ولا شيء. هلا تنظير وسونار وصورة ملونة ومحورية وطبقية ومليون طريق للتشخيص وللعلاج. صفت أدوات جديدة، لكن صفت أدوات جديدة. العلم الأساسي بدك حدا يتعلمه، لكن طول ما في decision maker human انا بتوقع انه كانت ريبليس الاي اي. الاي اي في النهايه بده يكون اداه مفيده اكيد، وكمان اللي ما بتعلمها راح يصير متخلف عن الراكب. ضروريه حاليا صار طبيعي اصلا، صار حتى بالوظائف الجديده اللي صار حطوها برومت انجينير، اللي هو الشخص اللي بيعرف يكتب الكومنتس ديسكريبشنز، لانه كثير بنرجع نحكي زي تشات جي بي تي كثير بيعتمد الموضوع انت شو بتطلب منه، شو تكتب الطريقه اللي الصياغه بالضبط. فالصياغه مهمه، يعني لسه بنرجع نحكي مهارة جديدة بدك تتعلمها. يس هي صفت مهارة. سوري احنا في عالمنا الفيجما اللي موجود حاليا هلا ومن اهم التولز اليو اي ما كان موجود قبل 5 سنوات. صحيح تعلموه الناس. طب انا بدرس دبلوماتي وشغلي واليو اكس من 7-8-9 سنوات، ما كان موجود ادوب اكس دي، ما كان موجود. كانوا ناس يعملوا واير فريمز على انديزاين، انديزاين تبع البرينتينج. كان في ناس يعملوا جد واير فريم على انديزاين، في ناس كانوا يعملوا وير فريم على الستريتر فوتوشوب. في النهاية هي تولز، لكن هل اختلف كونسبت الوير فريم؟ لا. اللي بصير اجت تولز جديدة صار فيها لايبرز نسحب ونعمل نحط دروب ودراج. هلا اجى الاي اي تول ممكن احكي معاه او اعطيه افكار يعطيني، لكن بالنهاية مين بده يقرر هذا الوير فريم ولا هذا الوير فريم ولا هذا الديزاين؟ كمان ممكن يساعدني بكتابة اسئلة يوزابيليتي تيست، بس مين بده يحلل الناس؟ انا. صعب. هو باليو اكس هسه كمان تاثيره أيوة. كثير طول ما التخصص فيه امباثي وفي يعني سوري اصلا احنا هي واحده من مميزات اليو اكس. لو احنا شغلنا في كوبي وبيست ولا ستاندرد، يعني انا ضد يو اكس ترندز، انا مع كلمه يو اي ترندز ولكن ليس يو اكس ترندز. ليش؟ لانه لو نعم في يو اكس كونسستنسي، في يو اكس ستاندردز، في يو اكس برينسيبلز، ولكن في النهايه احنا لو شغلنا واحد كان نعمل احسن نظام بنك وكل البنوك زيه، لكن احنا شغلنا دائما بيعتمد على شغلتين مهمات في كل بروجكت، مين التارجت اودينس، مين الفئه المستهدفه، ومين شو البزنس جول. فهذول الاثنين
بغيروا وبعطوا الخاصية الفريدة تبعت أي شغل أو أي تطبيق. فلا أنا بشوف الناس على العكس ما تخاف من اليو آي، على العكس تبلش تتعلمه بسرعة، لأنه طول ما أنت بتعرف تشتغل على اليو آي أنا بشوف أنه هذا added value على السي في. يعني صفة تقريبا الـ AI هو إشي عم بيفيدنا مش إشي نخاف تماما. بيخاف برجع أحكي، لا هو بيخوف لمين؟ للشغل، الناس اللي شغلهم ما في إشي تحليلي، ما في إشي بتعلق كثير بالهيومنز. يعني خلينا نكون صادقين، سواقين القطارات راح يختفوا. طبعا انا قصدي باليو اي ويو اكس غير هيك. بس لا عشان برضو نقرب الصوره للناس يفهموا ليش احنا اليو اي واليو اكس شوي ابعد. اي تخصص في اتخاذ قرارات ويتعلق بالنفس البشريه ويتعلق بمراقبه الناس وتحسين امور حياتهم في النهايه رح يساعدنا كتولز. يعني جوجل انالتكس في النهايه بيعطيني معلومات، مرات صار في تولز بالاي اي بتحلل لك شوي، بس مين الديسيجن ميكر؟ بالنهايه بدك هيومن، بدك هيومن اللي. وكمان سوري يمكن الاي اي، سوري اضيف على الشيء لو طولنا شوي، بفلتر لنا الناس اللي حافظه حفظ مش فاهمه. يعني الاي اي راح يستبدل الناس اللي شغلهم بالحد الادنى، شغل ابو الكوبي والبيست وسلك حالك. الاي اي راح يعمل شغلهم هو. ايوه هو راح يعمل شغلهم، هي هاي الفكره. فواحد كان عندك خلينا نقول از يو اكس ديزاينر بيبني شغلات خلينا نقول بدون تفكير، او بس بيعمل شويه وير فريم، ولا هو فقط حاصر حاله كيو اي بسيط، هي ويل ريبليس. بس شخص فاهم شو يعني اكس وبيشتغل يو اكس از ا بروسيس، لا صعب صعب صعب. ممكن خلينا نقول بدها قاعده ثانيه بعد 10 سنوات تنشوف وين بده يوصل الاي اي، بنشوف وقتها. بنشوف شو الاي اي الاي اي بده يوصل. اوكي بدنا موضوع كرود ماب للناس اللي حاليا بدهم يبداوا، وين يبداوا، كيف اي شخص عندهم. اي شخص بنصحه بده يبدا في موضوع يو اكس جد يروح على كورسات ادراك لانها مجانيه، يروح يشوف هل هذا التخصص له ولا مش له. هذا اول شيء سؤال يحطه. ايوه سؤال انه ايوه هل انا قدراتي بتناسب هذا التخصص. يعني بحب نحكي مع ناس، يعني شخص ما بحب يحكي مع ناس تشالنج اليو اكس بالنسبه له يبعد. ما هو كثير من شغلنا، ومش بس شغلنا، يعني احنا مش رح نكونش بروجرامرز نكون فقط نتعامل مع الكمبيوتر ونكتب كود وما نحكي مع حدا. حتى غير انك بدك تحكي مع 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 يوزرز جوا الشركه، شغلنا كولابوريتيف تعاوني، بدك تحكي مع البزنس والماركتينج والبزنس اونرز والبرودكت اونرز، بدك تضل كونكتد مع الجميع. شخص ما عنده كوميونيكيشن سكيلز رح يكون تحدي. شخص ملكته الوحيده الحفظ وما بيقدر يحلل، يعني ممكن تضحك، خليه يجرب هاي اوجد 10 فروق بين رسمتين. اذا ما عنده ملكه انه ينتبه للتفاصيل الصغيره تشالنج صراحه. ما بيعرف يحل الالغاز ولا بتلاقيه ولا عنده حتى مرارة يحل الغاز. سوري شو بدي اشتغل يو اكس؟ يعني انت بدك تفهم، طلع عندك كومة اسئلة بدك تبلش تدور بهالناس عشان تجاوبهم بالضبط. وبدك تحلل، يعني انت بدك تقعد مع ناس تسألهم اسئلة، في النهاية انت بدك من اجوبتهم تحلل شخصيتهم. ما هو ما رح يعطيك الجواب، ما حدا رح يعطيك الجواب، بدك ما حدا رح يعطيك الجواب مباشر بالضبط. فأول رود ماب أنا بشوفها من كورسات إدراك، أو إذا بحب من أي مصدر ثاني وبفضل يكون مجاني، يروح يتفرج هل اليو أكس إلي أو مش إلي، يعني يفهم شو يعني يو أكس بطريقة صحيحة، ويفهم شو الفرق بين اليو أكس واليو أكس ديزاين واليوزابيليتي المصطلحات الأساسية تبعنا، ويفهم شو الديلي جوب تبعنا. لأنه للأسف في كثير كورسات أو مواقع بتخلط الأمور بحيث للأسف بروح يفوت بيطلع confused بزيادة، بفكروا فقط شغلنا يو اي، وهذا الحكي مش مزبوط. او بفكر اليو اكس ديزاين هي اليو اكس، وهذا مش مزبوط. بده يكون يعني فاهم الامور بطريقه واضحه عشان يقدر يقرر هو هذا التخصص له ولا لا. بعديها حسب شو باك جراوند دراسته بده يشوف. برجع احكي اللي بده يتعلم يو اكس كتعلم بده بوت كامب، بده كورس طويل مع بناء بورتفوليو. لازم يكون في الكورس اللي انت بدك تاخذه بناء بورتفوليو في الاخر. الشهادات مهمه بس مش مهم يعني سوري انا هيني بقابل ناس الشهاده بتعني انه اجتاز معلومات معينه، ولكن سوري ممكن دكتور مخلص دكتوراه في الجرافيك ديزاين، واحنا بشركتنا بدنا حدا يشتغل لوجوز، والزلمه ما بيعرف يشتغل لوجوز، بلكي دكتوراه في تاريخ الفنون، بيعرف القواعد او بيعرف يعطي لكشرينج بس هو بيعرف شو يصمم.
مع كل احترام لخبرته أنا فادني؟ لا لا. إذن أنا بدي بورتفوليو بيس كيس ستدي بناها طبق عليها بروسيس اليو أكس كامل وأعطاني إياها، مش ضروري تكون صحيحة 100%، ولكن بدي أفهم هو كيف اشتغل، هل هو فاهم البروسيس؟ يعني لما يجي الناس يسألوا أنا يو أكس ديزاينر، كتير ناس للأسف أو لما يجي واحد يقدم حاله أنه يو أكس ديزاينر أو يو أكس سبيشاليست أو يو أكس كونسلتنت واتيفر في عالم اليو أكس، الناس للأسف بتكون مفكرة أنه ساحر أو بتكون مفكرة أنه حاطط أو جاهز أو حافظ كل الأجوبة. يعني بيجي صديق إلي نفترض بده يعمل تطبيق توصيل، بيجي بيقول لي أحمد يعني سمعت أنك تشتغل بهاليو أكس، شو أحسن يو أكس لتطبيق التوصيل؟ ما بعرف، جد ما بعرف. لما يجي يسألني ما بعرف، شو عرفني؟ شو معنى أنك يو أكس ديزاينر؟ معنى أنك شخص فاهم بروسيس اليو أكس تقدر تطبقه على أي مشروع. يعني أنا ما عندي جواب جاهز، ما في شيء بيزبط على كل التطبيقات، ما في، بدي أمشي في البروسيس على مشروعه على تطبيقه على السيستم تبعه عشان أطلع له بمنتج اليوزر إكسبيرينس أو أطلع له بمنتج اليوزر إكسبيرينس عيده كويسة. أنا ما عندي إيش أجوبة جاهزة. فاللي بده يدخل هذا العلم بده يكون فاهم إنه هو لما يتعلم وبده يتعلم بروسيس اليو أكس عشان يطبقه على أي سيستم أو أي نظام. فالهدف تبعه أي دورة أي محاضرة أي كورس تدريبي أي محاضرات متفرقة أي منحة بأخذها بدها تطلعه بفهم يشتغل بروسيس اليو أكس. أنا كشخص بوظف كيف بفهم إنه بيشتغل بكورس اليو أكس أو بقدر يطبق سوري بروسيس اليو أكس؟ عنده بورتفوليو بروجكت، عنده بروجكت وبسأله فيه وبعرف إذا هو فاهم أو لا. يعني كثير ناس بيجي بيقول لك أنا أتفرج على البيهانس تبعي، أنا بشتغل يو أكس يو آي، بتفرج حاطط لي شاشات نهائية يو آي كيور يو آي وحتى سوري بس شاشات نهائية حتى بدون سكتشات. بالضبط، الموضوع مش فقط الألوان. يعني أنا بدي أسألك هذا اللون هذا البوتون هذا التكسيمة كيف حلت مشكلة اليوزر؟ إذا ما عرفت تربط لي إياها لأنك ما بتعرف أصلا مين التارجت أودينس، هذا بطل شغل يو أكس. هذا بيور حتى ياريت يو آي، يعني تمبليت إديتينج ممكن أسميه شوية بيحاول يطبق البراندنج على شوية سكرينز، ولكن كتير شفت شغل بيكون يو آي شكله جميل جدا وحلو سو يعني مش كله مش آرت مش موضوع في كل بالضبط. كلمة ستيف جوبز اللي هي بيقول لك إذا هو نون فانكشن فهو آرت، فن، هذا صورة أتفرج عليها حلوة، ولكن إذا هي إشي بدي أتفاعل معاه بنسميها ديزاين. فأنا كثير من شغلهم بسميه آرت وليس ديزاين. التصميم حلو، ولكن إذا حملنا يوزابيليتي تيستينج أو التطبيق نزل على السوق رح تلاقي إنه الناس مش عارفة تتحرك في الفلو أو تستخدمه. يعني فورم والبوتن فوق حلو بجنن وفوق، طب شو ليش حاطط حكيتها بالبداية الموضوع مش ميموري ومش مش ميموري بس في كوزز فإذا يعني ما شفت كيف اشتغل يعني ما تقدر بس في شهادات كتير عالمية انت بتمتحن لها امتحان زي اليو اكس كيو سي سي زي البي سي اس اكثر من شهادة عالمية ولهم اكريدنشال عالمي يعني لهم اعتراف بس هذول بيجيب لك كيس بيسألك سؤال في الكيس بدك تحلل انت بالضبط تحلل احيانا الطالب بيفشل في الامتحان بسبب لغته اللغة لأنه الامتحانات كلها في إنجليزي ما فيش عربي ولسه العلم هذا لأنه جديد ما مترجم بشكل كويس يعني في مشكلة في الترجمة صحيح. فالرود ماب جدا بسيطة ممكن يفوت على كورسيرا ممكن يلتحق بواحدة من البوت كامبس اللي احنا بنعملهم في كورسات كتير مع ناس أونلاين أي كورس أونلاين يعني وهنا بدي أجي أحكي عن شغلة حتى لسه قبل يومين كنا مندردش فيها لما بدك تيجي تاخذ التريننج مع اي حدا بالذات في اليو اكس بدك تشوف شو الباك جراوند تبعه هل هو مشتغل ولا لا هل هو اصلا عنده قدرات تدريبيه ولا لا هل هو جايب لك اوتلاين وبده يسمع لك اياه لانه كمان اليو اكس سوري انا مش بدي اساله فقط عن بس هاي يعني كثير
وانت اخذت الكورس معي. كثير طلاب بيسالوا عن كيسز بتصير معهم في الشركه. طب كيف فريلانسر اشتغل طول عمره في فريلانس بده يجاوبني عن مشكله صارت معه بالشركه مع كلاينت او مشكله داخليه؟ مستحيل. يعني الخبرات لها دورها. سوري انا لما اشتغلت في اورنج في مستوى شركه انتربرايز بقدر اقول اني بقدر ادفايس انتربرايز، بس قبل لا ما بقدر احكي يس اشتغلت في سيتريكس انتربرايز بس كنت سينيور اكس ديزاينر غير يو اكس مانجر، غير اني كان عندي خبره بيلد تيم وديبارتمنت فروم سكراتش. شخص سوري اشتغل له مشروعين وبلش يعطي تريننج، احترامي الشديد كثير بتفرج على محتوى على الانترنت او بسمع من الناس، بتفرج على المحاضره ربع المعلومات صحيحه والباقي مغلوط. طيب انت هذول الطلاب الصغار او الشباب الصغار بصيرش تعطيهم معلومات مغلوطه. صحيح. يعني وللاسف بتعرف التنافس في السوق عندنا بشكل عام مشكلته ايش؟ انه يعني بتنافسوا في السعر. يعني حتى انا بعرف مدربين جدا موهوبين في مصر بدون ذكر اسمائهم اعتزلوا سوق التدريب بسبب هذا الموضوع اللي هو حرام. مدربين جدا موهوبين وعندهم خبرات ما شاء الله 10 و12 و13 سنة. طب ليش؟ لأنه بيجي واحد بحط كورس بسعر أقل والناس في النهاية مرات مليان بتدب على المصاري. وللعلم وين كمان بيجي أثره على السوق؟ كثير بقابل ناس أنا لأنه أنا برضو بشتغل ريكروتينج لشركات مختلفة، بتقابل ناس طب حبيبي أنت بتحكي عن حالك يو أكس يو أي ديزاينر حتى بخبرة سنتين ثلاثة في بيسك نوليدج انت ما بتعرفه ولا سامع فيه. هذا بسبب الكورسات هاي اللي بتكون يس بسبب التعليم غير الموثوق. حتى بالخارج بتحس يعني بيقول لك يو اكس يو اي ديزاين، تدخل على الكورس تلاقي فيجما توتوريالز بالضبط. يعني سوري حتى على الكورسات العالميه اتش اف اي هيومن فاونديشن انستيتوت من اهم الاماكن في العالم كانت لاعطاء كورسات اليو اكس. كورسه مع فكره سبعة أيام $10,000 نوليج وشهادتهم رهيبة في العالم. يعني الموضوع بدك تدرس مين الهيستوري بس شوف مين بيعطوا فيها، بيعطوا فيها من أباطرة علمنا. يعني أنت بتاخد نوليج بس مثلا HFI مناسب يقول للمبتدئين بس لحد ما $10,000 لبرا. إن جروب كورساتهم التوتال ممكن توصل $15,000-$20,000 وأونلاين. زمان كانت يعني الكورونا اللي خلتها تصير جزء منها أونلاين، ولا زمان كانت تروح تحضر مؤتمر بدك تدفع أكومنديشن وغيره. NN Group مش كورسات لناس جونيورز. أقل إيش بدي يكون مشتغل فيه 3-4 سنوات، لأنه لو أخذ النولج اللي فيه على الفاضي زي تخيل طالب جامعة سوري طالب توجيهي لسه مخلص أعطيته ماتيريال ماجستير أو دكتوراه. لا مش لل في تدرج يعني تخصصنا في تدرج في النولج. أنا ما كنت بنفس القوة قبل 5 سنين 10 سنين 15 سنة. خبراتك إنك اشتغلت في أكثر من شركة جوا الأردن برا الأردن، اشتغلت في ستارت أبس في سمول بيزنسز ميديوم بيزنسز انتربرايز. يعني هاي الخبرات مع الوقت مهمة. يعني بدك تسأل دائما الإنستراكتر هل هو عنده خبرة أسمع منه ولا رح يسمع لي سلايدات؟ هل أعطيني أنا ماتيريال عن المحاسبة بدرسها وبعطيك اياها ولا بتفكر ان انا محاسب؟ اعطيه بسالني سؤال واحد برا الكورس راح بلط لان مش عارف عن ايش بتحكوا. فهذا الاشي كتير مهم. يعني كيف بقول لك الجار قبل الدار للترينر والماتيريال وكيف راح تنعطى واسمع من طلابه شوف الناس اللي اخذوها لانه هذا كثير صار تشالنج مش بس في الاردن في كله. يعني حتى برا في كثير ناس بيجي بيقول لك كورسات كورسات كورسات، فعليا المصادر الموثوقه للتدريس حولين العالم بيجوش 10 من مئات الاشياء الموجوده. هو عشان هيك يمكن السؤال كان يعني بدنا لو مصادر معينه لحدا بده يبلش خلص كبوت كورسيرا تبع جوجل. بس في من الكورسات اللي جدا مهمه رغم برجع اقول لك سبحان الله كورس كورسيرا انتشر رغم انه في كورس قبله على كورسيرا لجامعه ميتشغن في اليو اكس انا بعتبره من اهم الكورسات جميل جدا. عكورسيرا برضه. عكورسيرا. على فكرة أنا كثير بنصح الناس تدرس عكورسيرا. ما بيكلف كثير وبتقدر تجيب من حمادية عليه. وعلى الأقلية على الأقلية لما تدرس عليه لو ما أخذت كل النوليج إذا حبيت تأخذ دورة وجاهية مع أي شخص أو مباشر مع أي شخص أونلاين على الأقلية بتقدر تقيم إذا هذا الشخص فاهم ولا لا. إذا بدي أعطي رود ماب للجميع بيقدروا يبلشوا بالكورسيرا إذا هو قادر يفهم إنجليزي وعنده جلد على الأونلاين اللي هو ريكوردد. ما هو برضه مش الكل بتحمل ريكوردد، في ناس بدهم وجاهي بدهم الأستاذ يكون خاصة طويلة يعني لا وبده ياخذ ويعطي مع الأستاذ. صحيح. لأنك أنت لما تكون في دورة وجاهية أنت لو ما فهم الطالب بتعدله
بتوضح له الاونلاين خلص يعني مسجل وجاهي يمكن صعب توافره حاليا يعني هو ما هو انت العدد قال بتعرف في النهايه باخذ وقت جهد انا شخصيا لما اعطي تريننج وجاهي بعطيش غير مره مرتين في السنه يعني هو نادر يعني ما هو هاي احنا بنرجع نحكي وسوري قديش بدي اخذ في كل دفعه ماكسيمم 20 15 العدد لما يكون في بيتنا لما يجي بقول لك انا بالسنه قاعد بنطلب على مستوى الاردن لحاله فوق ال 30 40 50 واحد فاحنا مشكلتنا لانه لسه ما في جامعات وما في خلينا نقول برنامج وطني وحكيت كثير صراحه في الموضوع بس لسه يعني ان شاء الله يردوا علينا انه لازم يكون في برنامج وطني لتدريس هذا التخصص لانه تخصص مهم ولو فتحوا بعض الجامعات مع احترام الشديد ما راح يكون يعني برضه برجع احكيها سوري هلا في جامعات فتحت اي اي وسايبر سيكيورتي مين بيعطيهم لا بنكون صادقين ما هو برضه يعني بدناش نرجع نعيد نفس الغلطه اسمنا فتحنا تخصص كما اسم بس مين بده يعطي انا بالجامعه لما درست ماجستير في استراليا 90% من اللي درسوني ما معهم ماجستير جايبين لنا ناس من الفيلد اشتغلين بالمجال ماده الفيلم ميكينج جابوا لنا واحد من احسن المخرجين في استراليا اعطتنا الفيلم ميكينج مفروض هيك المفروض في البروجرامينج حتى كان في عندنا ماده البروجرامينج جابوا لنا واحد تيم ليدر في شركه واجى اعطانا بروجرام يعني ما بيجيك واحد بس معاه شهاده جامعيه تخصصات العمليه بيجيبوا حدا من الفيلد بيجي يعطي للأسف هاي مش موجودة بجامعاتنا لو لازم يطلبوا يكون معاه ماجستير على الأقل أو مرات دكتوراه أو غيرها فيعني فأنا بآمن إنه هلا الإنترنت عليه كثير مصادر معلومات يعني أنا كثير بشجع الطلاب دائما إنه يحاول قدر الإمكان خصوصا مش الكل معه مصاري يدفع حق كورسات في كثير مصادر مجانية بالنسبة لموضوع الكورسات يعني ورجعنا لموضوع الكورسات الناس اللي عندهم مشاكل بالانجليزي بده يقوي انجليزياته ما في حل ما في حل لا في حل. يروح ياخذ دوره انجليزي ويمارس انجليزي الحلو اكيد في تخصص زي الاكس في كثير مصطلحات متكرره في الاول بتغلب ولكن اما انه يحاول عربي ما في انجليزي جديده بس لا يعني سوري ليه انك ذكرتني اللي الانجليزي واحد بالسكيلز المطلوبه لتعلم الاكس ضروريه انا بسال اول سؤال شكرا انك ذكرتني عبد الله اول سؤال بساله الشخص كيف انجليزياتك ما بديك تكون لبلب تحكي بس بتكون تعرف تسمع وتعرف ايش تقرا غير هيك ما بزبط وعلى شغله التعلم في كثير كتب رائعه ممكن تتعلم منها بس ليش للاسف بحطش الكتب من المصادر الاولى رغم انه هي اهم مصدر للتعلم بشوف دائما لانه للاسف ثقافه الاجيال الجديده ما بتقرا جلد القراءه يكاد يكون صفر الناس ما بتحب تقرا وما بتقراش شو بدك تعطيك كتاب تقني يقرأه 300 صفحة؟ هم على الروايات يا دوب روايات ما بيقرأوش بجد ما بزعش اسأل هذا بكل محاضرة أو بيجي بسأل الناس مين بيقرأ؟ اثنين بيرفعوا ايديهم مين بيعتبر حاله قارئ؟ اثنين ثلاثة بتشوف الكتب مفيدة بالجانب جداً العملي جداً يعني. حتى بالعملي مفيدة ما هو اليو اكس ما في عملي بدون نظري طيب. يعني في نوليدج انت يو براكتس ات ما عندي النوليدج بتخابط بدي احكي مثال ده برضه الشهير دائما بستخدمه مهندس خريج ميكانيك وزلمه ميكانيكي صار له 20 سنه الزلمه هذا الميكانيكي ابو 20 سنه خبره اشطر من المهندس بمراحل خلال سنه هذا المهندس ممكن يوصل لخبره هذا الزلمه ابو 20 ليش هذا الزلمه اللي مش دارس تعلم عبر التجربه والخطا يعني الاشي بزبط معه بزبط بيحفظ انه زبط بس هو ما فهم ليش زبط صحيح المهندس اللي دارس على اصول وفاهم العلم على اصوله بصير يقيس حتى مش ضروري يرجع يخرب شيء هو لما يخرب شيء او يزبط معه شيء بيكون فاهم ليش زبط فممكن خلال السنه تبعيته في الفيلد ممكن وصل تقريبا لليفل الزلمه ابو 20 سنه هو لانه العلم هذا البالانس ما بين يعني ما هو مش صعب هذا البالانس اللي لازم دائما تحافظ عليه في اي كارير خصوصا كارير الكاريرز اللي فيها عملي مع نظري هلا انا ليش حتى شخصيا ليش محافظ على شغلي في الشركات وفي غيره وهاي ليش ما اتجهتش مثلا مني انا بحب التريننج اكثر من الشغل لانه ما بزبط انا كترينر اكون بعيد عن الفيل بصفي بس نظري لا لازم اعطيك من سوري من قلب الحياه اليوميه تبعت الشركات المشاكل اللي بتصير معنا يوميا احنا شو بنفيد الناس شو بنعطيهم ما هو كمان سوري هو مش جاي ياخذ منك سوري سلايدات على السلايدات بيقدر يقرا كتاب ممكن ياخذ نتج اكثر هو في التريننج الناس كثير ما بتميز بين اللكتشرنج والتريننج
لكشرنج المحاضرات الجامعة غير للتريننج. للتريننج أنا بعطيك نوليج مع خبرة عملية. خبرة عملية جدا مهمة. أنا شو صار معي بالفيلد كمان سوري ليش برجع أقول لك كورس جوجل شوي بعيد عنا. في النهاية أنا بدي أشوف واحد اشتغل في شركات الأردن وتهاوش وطلع واشتغل في شركات الأردن، مش جاي ينظر علي من برج عاجي شغال في أمريكا ولا ألمانيا. ويجي بنزل الطاقة بيجي على الشركات هون بيحكي لك أنا حتى أنت الأشياء البسيطة ما عندك سلطة عليها بعد يعني عن الريسيرش. طيب يعني أنا اشتغلت بقول لك في ألمانيا وفي أستراليا واشتغلت في الوطن العربي، شتان ما بين هذول الثلاث. شتان. عشان يمكن ينصح إنه تحاول تلاقي مصادر جوا وبرا. يعني أنا بشوف أنا بآمن حتى على الكتب وعلى التعلم وعلى الكورسات وعلى غيره الإنسان ينوع، بس في تدرج كمان. يعني ما تروح تدبلي على كتاب تبع سيلير أنت البيت. يعني أنت هلا تعلمت سواقة سيارة، أول ما كنت تسوق السيارة بتكون مقربض على الستيرينج تتفرج على اللي حواليك خايف مش عارف تمشي، بعد سنة بتلاقيك صرت على الأوتو بايلوت. يعني زمان اول ما اشتغل اول ما بلشت اتعلم السواقه لما يجيك موبايل كنت تصف السياره عشان ترد عليه او تجاوب على مسج ممكن تحكي وانت. بعدين بصير الناس اشطر واشطر. يعني الموضوع بده ممارسه، هاي تخصصات بدها ممارسه مش حفظ. لو قرات 100 كتاب ونزلت لي على الفيلد ما بيعنيني، ما بيعنيني راح يعني سوري في شغلات راح تخش فيها في الحياه. قولا واحد بدك ممارسه تدرج. التعلم اليو اكس از ماراثون نت سبرنت، دائما بحكي انا تعلم اليو اكس ماراثون وليس سباق قصير. وصلت؟ طيب هو مش تخصص مستحيل ولا سهل ممتنع، لا تخصص تتعب فيه بيعطيك وبده ممارسه. نوليدج وبراكتسينج، نوليدج وبراكتسينج طول الوقت. هذا البالانس. مبدئيا اللي عنده اسئله بيقدر يسال بالبوكس. في سؤال عن الدارك باترن. يس الأنماط بسموها الـ 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 ما هي برضو الترجمات السيئة الأنماط السوداوية، لا هي الأنماط المخادعة. الدارك باترن بسموها زي إيش؟ زي إنه إحنا بيكون تيجي بتشتري مثلا، بتيجي بيقول لك هذا الإشي مجاني تشتري أو بتسجل فيه، بروح بيقول لك طب هذا الكتاب $4 اشتريته، بيقول لك استنى قبل ما تطلع في أوفر تاني بعطيك اياه، هذا الكتاب كان $300 او هذا الكورس $300 خذه $50 بناء على ايش؟ على انه دفع $3 هون. مرات اذا بتحط له كانسل وبتكمل بعديه ممكن يقول لك استنى انا ممكن اعطيك ايش تدفعه لدفعتين. هذا مش مو يعني البزنس بي جوا بس دارك باتر عندك. هذا كيو اكس ديزاينر انت شو وظيفتك؟ شغلنا ما احنا جزء من شغلنا البرسويسيف، فن الاقناع جزء ضخم من شغلنا. يعني كتاب هوكت اللي هو التعلق لو بدهم يسموه كله بيور يو اكس. ما هو وين الابلاي سايكولوجي في اليو اكس؟ في هذا الاشي، كيف اخليك تدمن على الشيء. الجيمز كله جزء ضخم من شغلنا. فنفس الاشي الدارك باترنز، فكرة الدارك باترنز انه احنا بنستخدم اليو اكس عشان نخلي الناس ممكن تدمن تستمتع في الشيء لدرجة انه ما يعرف يتركه، او خلينا نقول مرات نخادعه بطريقة انه هو مفكر حاله اختار الشيء ولكن احنا دفعناه دفع له ببساطة. زي المثال الشهير تبع الديكوي افكت بسموه في السينما كانوا يعملوا تبع البوب كورن، بيجيب لك 3 بوب كورن وسبعة بوب كورن، لما يجيبوا الناس عليهم اغلب الناس تشتري السمول الثلاثة وايش السبعة اللارج بسيبوه. راحوا شو عملوا؟ ضافوا ميديم ب6.5. مجرد ما ضافوا الميديم ب6.5 صارت كل الناس تروح على السبعة. تقارنوا بالسبعة مفكرة حالها إيش وفرت. هذا النظام أو إشي بيسموه الديكوي إفكت، التسعير أو الشيء اللي أعطتك إياه طعم، هذا ضمن الدارك باتر. هذا يعني بيدخلنا على الإثيكال بالضبط. في إثيك يعني في شغل أكيد في إشي مش إثيكال بشغلنا. أحيانا ممكن يكون في شخص ممكن يستخدم اليو أكس ويخلي الناس يعني كده أحكي لك من انا بس بعتبر، وطبعا ما حكينا عن السي اكس اللي هي الكاستمر اكسبيرينس اللي اكبر من اليو اكس ولكن قريب منها. يعني اليو اكس تحت السي اكس بس هيك عشان احنا ما نطلع 100% عن الموضوع. انا من اكبر الدارك باترنز اللي بعتبرهم في عالمنا هم الكازينوهات. الكازينوهات بروح ايش يخلي لك ايش كل شيء مسكر ما في شبابيك عشان ما تحس بالليل والنهار، عشان مش ما تقضي وقت ما تحس انك قضيت وقت عشان تضلي موجود الوقت ما بتحس فيه. هذا عشان هم هدفهم ما تحسش بالوقت.
ما بيعطيك مصاري تلعب فيها عشان ما تحس حالك خسرت، شو بيعطيك فيهاش؟ هذا دارك باترن. كثير في شغلات يعني الكازينوز كيس ستدي مش طبيعية، لأنه هدفهم إنه يسحبوا من الناس مصاري. طب هل هذا ليجل؟ هم ليجل لأنهم الناس مبينين إنه عندهم فري ويل، إرادة حرة، ولكن هم قاعدين بيضحكوا على الناس، بيربحوهم مرات عشان زي الطعم برجع عشان يخسروهم أكبر وهكذا. أنت جيم لو ما بتزبط في الليفلز بتمشي فيها بتتركها. الجيمز قائمة مرات برضو على الدارك باترنز، بتفوز بتصعب الليفل، بتتحدى حالك أكثر، بتدفش. حتى هم بالالجوريثم بقول بكون حاطط له إذا هي فيل 2 أو 3 تايمز سهل له الرابعة، لأنه لو ما رجع وفاز بالرابعة ممكن يترك كل الليفل. هذا لحاله محاضرة. هون بتدخل السايكولوجي كيف انهم فاهمين البني ادم عشان 100% يستخدموه ضده مره. يس بالضبط. برجع اقول لك السكرول تاع مثلا التيك توك او هاي المواقع الالوان لا متناهي. اصلا فكره الريلز مثلا انه هلا خلت سبان اتنشن للكل لا يتجاوز ال 15 و 25، يعني انت هلا اي فيديو تلاقيه دقيقه تحت ممكن تفشق عنه ما بتحضره، مش بتقدر تدخل عليه او هذا هو اوريدي. صارت الناس حتى سريعا، حتى صار بسموه السناك مود، انت زي السناكس تك 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 بتقلب خفيف ما بتكاش صرت بدك. وسوري في المقابل قديش بتقعد ان توتال مره تتفاجئ انه خلصت ساعه وساعتين وانت عريز وانت مش صاحي، وهم 10 ثواني وهو 10 ثواني 20 ثانيه واقل من دقيقه. تخيل اقل من دقيقه وانت تقعد ساعتين ثلاثه، معناه انت حضرت لا يقل عن 200 ريل ما حسيت فيهم. صحيح. هي مثال على ممكن نسميه أو أقرب ما يكون للدارك باترن. مفهوم. شو في كمان أسئلة الناس حابة؟ في موضوع بخص الكارير باث. كيو إكس ديزاينر إيش الستيبس أو خلينا نحكي الستيجز اللي ممكن أوصل لها بعد وظيفتي كتيم ممبر مثلاً؟ أوكي. هلا اليو إكس بحب دائماً أحكي عنه إنه هو إذا كارير مسج جوب. يعني من الحلو في اليو اكس انه في تخصصات مختلفه، في تطور مختلف. يعني انت بتبلش جونيور بتصير سينيور بتصير تيم ليدر بتصير مانجر بتصير دايركتور، هذا كليفلز اورجانيزيشن. اليو اكس ممكن تصير تتخصص تصير يو اكس ريسيرشر، ممكن تصير يوزابيليتي تيستر، ممكن تصير انفورميشن اركيتكتشر، ممكن تصير يو اي، ممكن تصير استراتيجي، ممكن تصير كونتنت استراتيجي. في كثير تخصصات فرعيه عندنا. متفرع بشكل عام. احنا في عندنا ثلاث انواع على التخصصات، يا بتكون جنراليست عام، يا بتكون متخصص فانت متخصص نفترض زي ما حكينا يوزابيليتي انفورميشن اركتكتشر غيره، وفي اللي بسموه تي شيب اللي هو عنده قاعده جنرال كويسه بس متخصص في فرع واحد، يعني بيشتغل جنرال بس برضه هو متخصص في شيء واحد. مش بعد تقريبا ما بين الجنراليست والسبيشاليست. السبيشاليست لا، يعني تيجي تسال مثلا نفترض هو متخصص يوزابيليتي بقول لك تسالنيش على انفورميشن اركتكتشر، تسالنيش على الكونتنت، خلص انا تخصصت في اليوزابيليتي ومقضي حياتي بشتغل يوزابيليتي تيستينج ويوزرز وستاديز وغير هيك. اما تي شيب لا، بكون اشتغل يوزابيليتي از سبيشاليست بس ممكن يجاوب على اي شيء. يمكن هاي السبيشاليتي بهذا التفصيل يمكن عندنا بالوطن العربي لسه شوي، لانه بدك انتربرايز ليفل شوي. يعني بدك شركات تكون ضخمه انك تمسك كيسز وتكون في نفس الوظيفه لفتره كويسه. بس هل احنا رح نوصل لهذا الاشي في يوم من الايام؟ 100% باذن الله تعالى. طبعا لا شيء على الله، يعني نحن بنقسمش على الله سبحانه وتعالى، ولكن المعطيات بتحكي انه نعم. يعني زي ما صار في عند الاجانب يعني. طبعا يعني اي شركه ما بتطبق يو اكس في الوطن العربي رح تسكر من هون لخمس سنوات. مش لانه ضروري، لانه كيف بدها تنافس؟ يعني اليو اكس من اهم، يعني من 2012 93% من المدراء التنفيذيين حوالين العالم حكوا انه تحسين تجربه المستخدم كان من اهم القرارات الاستراتيجيه اللي اتخذناها في الشركه. شو يعني قرار استراتيجي؟ يعني بفرق ما بين النصر والهزيمه في المعارك، يعني يا بتفتح الشركه يا بتسكر او بتنهار. كثير في ستاتستيك عم تطلع عن الريفينيو ستريم مثلا تاع الشركات كيف عم بيتاثر باليوزر اكسبيرينس. طبعا لانه هلا كمان التنافس عظيم. يعني انت سوري بتقدم نفس الفاليو، يعني شركه توصيل كم من خدمه توصيل هلا في الاردن ركاب؟ يعني انا بعرف اوبر وكريم وجيني وسيف تاكسي وبترا ومليون تخصص. في مليون. طب ليش بدك تستخدم هذا عن هذا عن هذا؟ في اكثر من عامل بدخل فيه اليو اكس والسي اكس. طبعا يوزر اكسبيرينس والكاستمر اكسبيرينس. فالكارير باث تبعنا على العكس، احنا كمان من التخصصات اللي كل ما تزيد خبرتك بزيد راتبك. يعني احنا ما في تجمد، كل جد ما تزيد، يعني حتى هي الاحصائيات حول العالم مش كلامي، كل ما يزيد خبرتك بزيد راتبك.
مباشرة. هذا السؤال بالنسبة لموضوع الرواتب. رواتبنا برا هي ضعف رواتب الجرافيك ديزاينرز. ضعف تماما. يعني راتب اليو اكس ديزاينر ضعف راتب الجرافيك ديزاينر برا في العالم. الجرافيك ديزاينر اصلا للاسف الشديد قاعد بيموت في كل مكان. هنا في البلد تعتبر رواتبنا من الرواتب اللي كويسه. يعني طلاب يعني الناس عندنا ممكن يبدوا ب 400 500 وخلال اول سنه ينطوا ل 700 800 حسب طبعا في النهايه شطارته. ولكن كثير عندي كيسز من الطلاب اللي من الجداد والقدام ما شاء الله يعني باخذوا مبالغ ممتازه. فهذا الاشي يعني على عكس التخصص لانه مطلوب ولانه لسه جديد على العكس في ديماند عالي جدا. فهذا الاشي في تطور سريع بتحس تطور سريع طبعا في ديماند عالي. انت زي ما حكيت في عندنا كثير وظائف مطلوبه بس مش قادرين نلاقي ناس او مش قادرين نلاقي ناس عن جد بيفهموا باليو اكس. يعني اذا بدي احط لانه الكل حاطط لك تايتل ان انا يو اكس يو اي ديزاينر بس هو مش فاهم ايش يعني يو اكس يو اي. يعني بتعرف زي ما اول طلع انتربنور اول ما طلعت السوشيال ميديا اكسبرت كل واحد عنده 50 فولوور كان يقول لك انا سوشيال ميديا اكسبرت. يس. في سؤال عن السوفت وير اللي ممكن نستخدمه. نستخدم جوجل درايف بكل اللي فيه جوجل اكسل زي الاكسل شيت وجوجل اللي شيتس جوجل برزنتيشن جوجل دوكيومنتس. نستخدم تولز زي يوزر بيت اوبتيمال وركشوب. يعني في تولز كتير ناس ما بيسمعوا فيها لانه ما بيشتغلوا في اليو اكس اصلا. تولز بنستخدمهم عشان الريسيرش تول بنستخدمهم عشان اليوزر جيرني. بنستخدم ميرو بنستخدم زوم بنستخدم سكايبي عشان نعمل انترفيوز. تولز اليو اي معبي الدنيا فيجما ادوب اكس دي هاي للديزاين هاي للديزاين بس في معبة تولز ثانيه احنا بنستخدمهم عشان الاكتيفيتيز الثانيه. وهي المشكله وكمان برجع اكرر انا ما بحب التركيز على التولز. ليش؟ يعني حتى انا شخصيا من الناس اللي ما بعطي تولز بدوراتي بعطيهم انترودكشن بس. ليش؟ لسبب بسيط برجع احكي قبل 5 سنوات فيجما ما كان موجود ادوب اكس دي ما كان موجود. ممكن اسهل خطوه اسهل خطوه عن جد التولز اسهل شيء. يعني حتى التولز تبعتنا مش معقده يعني ما في فيجما ادوب اكس دي كل تولز اليو اكس ديزاين تقريبا اللي من ناحيه اليو اي اذا الشخص عنده اكسبيرينس بسيطه في الفوتوشوب ولا الاستريتر يوم واحد بيكون متعلم عليه. اذا ما عنده اي خبره في اليو اي كجرافيك ديزاين او غيره اسبوع بيكون مسترهم كتولز. يعني عارف خباياهم وعارف يستخدمهم وعارف يعمل فيهم اللي بده اياه بصفي. طبعا هو زوجه صفه هي بس مهاره الديزاين به نفسه بالضبط. مهاره الديزاين نفسها ومهاره ونولج اليو اكس اللي هو جابه حطه. صحيح. يعني في النهاية وصل لوير فريم أو وصل ليو آي على أي أساس وصل له؟ هي في سؤال عن الكتب. كتب تقترحها في هذا المجال؟ أول كتاب بقترحه دائما لأي حدا بده يفوت اليو أكس Don't Make Me Think. Don't Make Me Think لا تجعلني أفكر. موجود منه نسخة أجنبية أونلاين وموجود منه نسخة عربية مترجمة من جبل عمان ناشرون. موجود بالعربي يعني؟ بالعربي موجود من جبل عمان ناشرون والترجمة لطيفة. أنا شخصيا راجعت الترجمة. الكتاب الثاني اللي بنصح فيه 100 things every designer must know about people 100 أمر يجب أن يعرفه المصممون عن الناس. برضو هذا الكتاب الحمد لله جبل عمان ناشرون ترجموه. موجود نسخة إنجليزي وموجود منه نسخة عربي. الكتاب الثالث The Project Guide to UX Design. يعني يبدأ بهالثلاث كتب وخير وبركة. The Project Guide to UX Design Project Guide to UX Design لا بس في منه نسخة إنجليزي. طبعا لولا جبل عمان ناشرون ما شفنا تقريبا كتب عربية مترجمة. يعني مكتبة جرير ترجمت واحد فقط. يعني جبل عمان ناشرون لهلا مترجمين أكثر من كتاب. فجد يعني بستغل المكان لشكرهم الخاص على متابعتهم لهذا الموضوع. مفهوم. طيب في حدا عم بيسأل إنه أخذ كورس باليو آي واليو إكس فما عنده خبرة كافية لسه أو كممارسة عنده ضعف بده يجرب يعمل بورتفوليو ويطبق وبكره يودي لي اياه بعطيه فيدباك عليه يشتغل هذا بده يطبق يعني ممارسه. مو كمان سوري نرجع نحكي شو طبيعه الكورس. يعني اذا الكورس النولج اللي اخذه بالكورس ما راح يكفيه عشان يطبق معناه بده يرجع ياخذ نولج جديد. ببساطه وصلت يشتغل بايده حاليا حتى يطلع يطبق اللي ماخذه عشان نشوف. بس في النهايه هو شو النولج اللي ماخذه. يعني سوري اذا كان كل نولج انه هو يتعلم على فيجما هذا سوري هذا تعلم على طول ما تعلم لسه حتى لا يو اكس ولا يو اي. هون بده يرجع يتعلم بده يرجع يتعلم. يس. ما شو الكورس اللي اخذه شو المعلومات اللي اخذها. هو فقط تطبيق لفيجما ولا اخذ الاشياء اللي قبل
هو يعني يرجع للرود ماب فعليا. الرود ماب برجع اكرر يعني سوري، واحد اخذ فقط برنامج فيجما، هو اخذ تول يا اخوان تول يعني سوري، هل اخذ الجيتشتالت برينسيبلز مثلا؟ يعني كتاب، هذا الكتاب تبع 100 things every designer must know about poor people الدكتورة سوزان وينشينج، يعني انا هذا الكتاب بعتبره اي بي سي لاي واحد بده يشتغل يو اي قبل حتى يو اكس، لانه بيعرفك السايكولوجي بيهايند ديزاين، انه ليش الناس كيف الناس بتقرا، كيف الناس بتفكر، كيف الناس بتحلل، بغير النمط التفكير. يعني اليو اكس اهم شيء بيعمله باي بني ادم انه بغير نمط تفكيره، هذا حتى لليو اي كمان، لليو اي ولليو اكس. يعني هو حتى بقول لك انا اليو اي اهم من اليو اكس، لليو اي 100 things every designer must know about people اهم لليو اي، لانه بصير يفهم بيسكس اي بي سيز. اذا ما فهم، لانه سوري بده يتجاوز مرحله، يعني اول ما نتعلم رسم واحنا صغار بتعرف بيجيبوا لنا الرسمه هاي البسيطه تبعت النهر والمخربش ولا ثاني مرحله، مرات بيعلمونا نشف اللي بجيب لك ورقه شبه شفافه انت بتعيد الرسمه زي ما هي بتطلعها كويسه، بس هل انت رسمتها؟ انت شفيتها بعدين ترجع ترسمها انت نجل من بعيد ممكن. نجل بعدين بتبلش انت تاخذ المحيط اللي حواليك وتطلع رسمه. اغلب الطلاب لسه في مرحله الشف، هو مش فاهم انه في مرحله الشف، فكر حاله ديزاينر ولسه بشف على... هو بشف لسه هو بحط هالبوتون هون وبحط هالمنيو هون وبحط هالسلايدر هون وهالكارد هون، بس فيش فاهم شو علاقتهم ببعض 100%، ولا فاهم ليش هم موجودين مع بعض، ولا فاهم 100% ليش اختار تدرج الالوان هذا. هي هاي المرحله قبل ما تطلع بالديزاين هي اللي فعليا مفقوده عندنا بال جدا، هي المفقوده. احنا فعليا شبه انهينا، اذا في موضوع بتحب تضيفه وبدك تحب تحكي عنه؟ أه على العكس، شكرا جميعا لكم. اي حدا بحب عنده استفسار او اي شيء، الفريق ان شاء الله بحط اللينكد ان تبعي. على العكس بهمني دائما اساعد الجميع، بتمنى التوفيق للجميع، وبشكر يعني شابتر الاي سي ام الجامعه الاردنيه على استضافتهم الرائعه، وبشكر وجودك عبد الله، كثير انبسطت اليوم في الحوار معك، ويعطيكم العافيه والتوفيق للجميع. احنا ما بدنا نشكرك كمان على وقتك وعلى المعلومات القيمه، ان شاء الله الكل يكون استفاد. احنا هيك بنكون انهينا ان شاء الله، يعطيكم الف عافيه. الف عافيه.